ينضم لنا على التليفون دكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور في مصر جديدة. وعايز أعرف هذا القرار اللي حضراتكم قررتوه في يعني الفترة الأخيرة، والحقيقة سؤالي هل القرار ده حلم ولا القرار ده يمكن تحقيقه على أرض الواقع، ولا الهيئة بتحلم بواقعية؟ أولا أهلا بحضرتك يا أهلا فندم، بحضرتك. سعدني وجودي معاكم النهاردة. حضرتك قلت الخلاصة، هو حلم في ضوء الواقع. احنا طبعا بنحلم ان جودة التعليم في مصر ليس فقط من حيث الكثافة، كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، ولكن كل الحاجات اللي يمكن حضرتك أشرت إليها قبل الفاصل، لكن بالذات موضوع الكثافة. نحن في الهيئة القومية لجودة ضمان التعليم والاعتماد تواصلنا مع المديريات المختلفة في المحافظات، وبالإجماع كان العائق الأساسي لتقدم المدارس للاعتماد هو الكثافة. طب ازاي هنحلها اللي حضراتكم بتقولوه ان المفروض كل طالب يبقى ليه متر؟ هو يا هنحلها فندم ازاي؟ كان في قبل كده في الهيئة، معايير الهيئة كان من ضمنها ان الفصل لا يزيد عدد الطلاب فيه عن عدد معين، فاحنا بصينا للمنظومه بوجهه نظر شامله واكبر، وبصينا على افضل الممارسات على مستوى العالم في هذا المجال، بالذات في الدول اللي ظروفها زي ظروفنا. احنا لازم طبعا احنا كهيئه قوميه بنضمن جوده التعليم، هدفنا ان احنا نحط معايير جيده من افضل الممارسات ونطلب الالتزام بها، لكن احنا امامنا مشكله قوميه لازم نعترف بهذا، وهي مشكله كثافه الطلاب في الفصول الدراسيه، عدم القدره على قدره الدوله على مواكبه زياده عدد السكان، وبالتالي نحن امام واقع فرض نفسه. في حلول مبتكره في كثير من الدول، وهذه الحلول احنا مش بنقول ان احنا هنحدد عدد الطلاب في الفصل الدراسي. انا ممكن يبقى عندي فصل مساحته 70 متر احط فيه 70 طالب، بس احط فيه عدد مدرسين يكفي. فاحنا ما بنبصش على الكثافة لا هي من حيث عدد الطلاب في الفصل، ولا من حيث يعني بوصلها الى حد ما جزء منها المساحة المخصصة لكل طالب. بالظبط، يعني انا بس عايزه افهم النقطه دي اكتر من حضرتك. يعني ايه حل واقعي في الموضوع ده؟ لانه اي حل في الموضوع ده هيكون ليه تكلفه، فانا عايزه اعرف تكلفه الحلم بتاع حضراتكم او الحلم بواقع افضل هتكون التكلفه كام، وهنعمل ايه بالظبط عشان بس الناس تفهم. الحلم بواقع افضل مش هيحصل النهارده ولا بكره يا فندم. احنا بنتكلم على هدف ان احنا نبقى في سياق افضل الممارسات على مستوى العالم، ان الطالب يكون عنده مساحه كافيه للتحرك في الفصل. ايوه، الحلم لازم يبقى يكون ليه اطار زمني. ايه الاطار الزمني؟ الاطار الزمني اللي احنا حطيناه، احنا ادينا المدارس مبدئين لان ده موضوع جديد واول مره تتطرق اليه بحلول مبتكره. الحل اللي احنا بنطرحه ان التعليم بيكون في الفصل الدراسي، لكن ممكن يكون في تعليم داخل المكتبه الخاصه بالمدرسه، ممكن يكون في تعليم داخل الفناء الخاص بالمدرسه لو في فناء. في حلول مبتكره موجوده في المدارس المجتمعيه ومدارس الفصل الواحد في القرى، ان الطلبه بتخرج الى خارج المدرسه في الحقل او الفناء او الحديقه ويتعلموا خارج هذا الفصل. كل هذه مساحات لا تستخدم حاليا في التدريس والتعلم، يمكن استخدامها بطرق مبتكره بالشرط ان يكون هذا حقيقي. احنا مش بنحلم يا فندم. في موضوع التعلم خارج الفصول ده موجود في الخارج من سنوات، موضوع التعلم الهجين ان الطالب يقدر يدرس جزء اونلاين وجزء فيس تو فيس او يعني وجها لوجه في المدرسه، هذا موجود وزمن الكورونا يعني عودنا على يبقى في حلول مبتكره للكثافه الجامده اللي موجوده طبعًا في الفصول. طبعا، لان بالذات في المناطق السكنيه التعليم المتكثفه. الهجين ده، نعم، يبقى في مثلا التعليم الهجين انه ممكن نقسم التلاميذ شويه كده وشويه كده في اول ترم وبعدين العكس في الترم الثاني مثلا، يعني على سبيل المثال. فبندور على حلول مبتكره، بندور على التعليم المجتمعي، بندور على التعليم الهجين، حاجه اسمها الفصول المقلوبه او الفصول المعكوسه، حيث ان الطالب بيدرس الماده العلميه في بيته وبيجي وقت قصير يناقشها في مجموعات صغيره مع المدرسين. كل هذه حلول موجوده وواقعيه وموجوده في دول متقدمه وفي دول امتى نقدر نطبقها في مصر؟
احنا يا فندم محتاجين ايه علشان نوصل لمرحلة التطبيق؟ احنا التطبيق بالمعايير الجديدة، نحن في تواصل مع السادة مديري مع المديريات والسادة مديري إدارات الجودة في المديريات المختلفة، إن احنا سوف نسمح للمدارس إن هي تضع لنفسها خطط. كل مدرسة ظروفها مختلفة، صح. في مدرسة موجودة في منطقة سكنية متكدسة في القاهرة، في مدرسة تانية موجودة في منطقة نهائية بالصعيد، كل مدرسة ظروفها مختلفة، كل مدرسة تحط حلول واقعية طبقا للواقع بتاعها علشان نمنع أو نتجنب موضوع التكدس، ويبقى التعليم فعلا بيحدث في بيئة تنمي القدرات والكفاءات بتاعت الطالب، مش فقط من الناحية العلمية ولكن من النواحي الأخرى، نواحي التعامل مع الآخرين، نواحي العمل في شكل جماعي. طب أنا برضو لسه عايز أعرف إطار زمني للحلم ده عشان يتحقق. الإطار الزمني يا فندم للحلم، وإطار مادي، تكلفة الموضوع ممكن تبقى كام؟ تكلفة الموضوع الذي نطرحه الآن يا فندم هي صفر، هي تستلزم الابتكار والتفكير والعصف الذهني من قبل السادة مديري الإدارات المختلفة، مديري المدارس سواء مدارس خاصة أو مدارس حكومية، وبالذات مدارس حكومية. يعني متر لكل طالب بدون تكلفة، متر لكل طالب. الفكرة دي ممكن تتحقق بصفر جنيه، ممكن تتحقق بصفر جنيه في ضوء ال 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 يعني التعاملات او الافكار المبتكره والممارسات المبتكره الموجوده فعلا على مستوى العالم. ولكن ربما لان احنا اتربينا في مصر على قالب معين، ان احنا شايفين المدرسه هي فصل، هي الطالب قاعد على تخته، المدرس واقف على السبوره، في فصول كتير بيبقى ليها شكل مختلف عن هذا. لما نتخلى عن هذه القوالب اللي احنا اتعودنا عليها هنلاقي ان في حلول مبتكره وكثيره تسمح للطلبه بالتعلم في مناخ ملائم وبدون تكدس. نعم. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.